هبدأ مع هدير، يا ترى ايه تعقيبك على سؤال الحلقة؟ ليه الست بتتدخل في مش عايز اقول في اللي ملهاش فيه، بس يعني بتتدخل في صفحة السوشيال ميديا بتاع جوزها؟ بص، هو مبدئيا خلينا نقول من الاول خالص، الحياه الزوجيه عموما مش هي فيسبوك اصلا. لا، هو في ثقه، في مصارحه دايمه، في ان لازم الزوج يبقى عنده الرصيد الكافي انه يقدم الثقه لمراته، ان هو يخليها تبقى متاكده وواثقه فيه، فمش كل شويه تدخل تدور وراه. تمام. في حالات طبعا عندها مرض اساسا، تستنى زوجها يخش ينام وتلعب بقى، يعني تشتغل على الموبايل، واتساب، فيسبوك. طبعا في حالات مش هننكر يعني، بس لو جينا نسألها انتي عملتي كده ليه، تعالى نسأل، اكيد شافت حاجة قبل كده، اكيد اتصدمت فيه. هي لو من الاول خالص، من اول يوم هي شايفة ان هو ما ينفعش يبقى زوج وما ينفعش يبقى قد الثقة دي، ما كانتش اتجوزته، صح كده؟ ولكن الزوجة في الاول بتقدم كل حاجة برضو، يعني هي عليها مسؤولية كاملة علشان توصله لثقة معينة. أنا هديك ثقة وأنت لازم تكون قدها، وأنا كمان هعمل اللي عليا علشان أنت ما تبصش بره. لو الموازنة دي حصلت أعتقد مش هيبقى دايما بتدور. وايه اللي تعمل اللي عليها عشان ما يبصش بره؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ان يعني تشوف اصلا هو بيحب ايه، هو نفسه مراته تبقى عاملة ازاي، هو ايه اللي بيشوفه بره وبيتكلم معاها بره علشان مش لاقي ده جوه، صح كده؟ يعني لازم نبقى حقانيين برضه. ولا تمشي على العجين ما تلخبطوش؟ لا، تمشي على العجين ده اللي هو انا احترمك ولا بخاف منك، في فرق. تمام. انت متأكدة لما قلتي لي ان الزوجة اللي بتروح بعد ما جوزها بينام وتدعبس في صفحة الفيسبوك، تمام، ده هو لازم يكون عمل حاجة، ولا ممكن تكون واحدة عندها سوء حب ظن الاستطلاع مثلا، قاتلها حب او الاستطلاع؟ غيورة؟ ما هي شافت ايه علشان كده كون عندها الفكرة دي؟ هي ديت الفكرة. يعني في سبب دايما. طبعا.